شارك وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح في الاجتماع الاستثنائي للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي لدراسة قرارات المجلس الأعلى في دورته 41، حيث أشاد بمستوى التنسيق والتعاون بين دول مجلس التعاون في المجال الصحي وتبادل السياسات والخبرات والبرامج. الاجتماع بحث قرارات المجلس الأعلى وإعلان العلا والبيان الختامي لقمة السلطان قابوس والشيخ صباح، وناقش الإطار العام الخليجي لخطة الصحة العامة للتأهب والاستجابة في حالات الطوارئ والتنسيق مع الجهات المختلفة وتفعيل وتقوية أنظمة الإنذار المبكر للطوارئ، فضلا عن اعتماد إنشاء المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها ووضع الإجراءات التنفيذية المتعلقة بذلك.